هؤلاء مدنيون من بلدة حجيرة بدمشق، ضاقت بهم السبل، فعادت أعداد منهم إلى منازلهم التي بات حالها هكذا. ليس الدمار وحده مشكلتهم، فميليشيات أسد وإيران تضيق عليهم الكثير، شبكة المياه الخاصة بالحي خارج الخدمة، وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء والصرف الصحي. هو إهمال متعمد، هكذا يؤكد الأهالي أنفسهم. يؤكدون هامسين أن النظام يستهدفهم فقط لأنهم سنة. المجلس البلدي في حجيرة متآمر لترسيخ هذا الإهمال، يقول الأهالي ويستفيضون. الميليشيات الشيعية التابعة لإيران والمسيطرة هناك فرضت على المجلس العمل ضمن أحيائها فقط. يريدون وفق المصادر خلق حالة من الضغط تجبر الأهالي على الرحيل مجدداً وبيع منازلهم لتجار العقارات، وهذا فعلاً ما يحصل وفق الأهالي أنفسهم. هناك ليس ببعيد وسط الأسواق في قلب دمشق يمارس النظام ضغوطاً من نوع آخر على التجار. هذه المرة يجبرونهم على دفع الضرائب عاجلاً وليس آجلاً، ويغلقون بالشمع الأحمر متجر من يمتنع عن التسديد. كل ذلك أصاب الأسواق بحالة من الجمود، خاصة وأن تلك الحملة قد تستمر لأشهر قادمة، ولا يفسر ذلك إلا اشتداد الضائقة المالية التي يعانيها نظام نقصت مصادر تمويله. الشيء بالشيء يذكر، هؤلاء التجار هم أيضاً من السنة.